اكيد رساله حب من كل شعب مصر، هنكون احنا بننيب عنهم من داخل قناه النادي الاهلي للمعلق الجزائري اللي بيمثل شريحه كبيره جدا من شعب الجزائر اللي كان حقيقي سعيد جدا لفوز منتخب مصر سواء على كوت ديفوار او استمرار الفوز ان شاء الله والوصول باذن الله للمباراه النهائيه. حابين نشكر معلقنا المعلق الجزائري المحبوب الاستاذ وليد فرحاني، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اولا الف شكر على الحماس اللي احنا لاحظناه، اكن واحد بجد فعلا مصري هو اللي بيعقب على المباراه، فحابين نوجه لحضرتك الشكر اولا. لا شكر على واجب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير زميلي احمد اسامه، احيي كابتن محمد فارس وكل متتبعي برنامج الاهلي في المونديال عبر قناه الاهلي، تحياتي لكم جميعا وسعيد جدا بالتواصل والتواجد معكم اليوم. احنا سعداء اكتر اكيد. بالتاكيد يشرفنا طبعا. حابين بقى نسالك شويه كده عن كره القدم المصريه، ونربط الامر بين كره القدم المصريه ووجود الاهلي في المونديال ولقاءات الاهلي مع الانديه الجزائريه، واللقاءات اللي انت ممكن من وجهه نظرك في الذاكره دايما عندك في مباريات او لقاءات جمعت بين الاهلي واي نادي جزائري، انت عندك مباراه زي دي في الذاكره حابب تتكلم عنها؟ اولا خلينا نحيي الجماهير المصريه الشقيقه والشعب المصري العزيز من خلال كل رسائل الود، رسائل الحب التي وصلتني في الاونه الاخيره عندما علقت، وكان حصل لي الشرف التعليق على مباراه المنتخب المصري والمنتخب الايفواري، صراحه كنت سعيد جدا لذلك. التفاعل كان عفوي وبصدق وبحب ايضا لمنتخب عربي مصري لطالما ابدع وامتع وقدم اجمل ما يمكن للعين ان تراه على مستوى الساحره المستديره سواء في المحافل العالميه وحتى في المحافل ايضا الافريقيه، فكنت سعيد جدا ولي الشرف دائما مثل ما قلت، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمنتخب المصري الذي يقدم واحده من احسن ربما البطولات على الصعيد الافريقي. المنتخب المصري تعودنا دائما بتتويجات رائعه، ونتمنى ان شاء الله هذا اللقب وكل حب وود للجماهير المصريه. بخصوص سؤالك انا اتذكر جيدا ربما واحده من المباريات الرائعه التي بقيت محفوره في الذهن، اتذكر مباراه الاهلي مع شبيبه القبائل سنه 2010 في استاد القاهره موقعة الذهاب، مباراه كانت في غايه الاثاره وكانت ممتعه، انتهت بهدف مقابل هدف، اتذكر احمد نادي ناجي جده ومن سجل الهدف الاول للاهلي، وبعدها جاء هدف التعادل ايضا من سعد التجار، كان واحد من اجمل الاهداف. ونتذكر ايضا مباراه الاهلي المصري ضد وفاق سطيف كاس السوبر هنا بالبليده بالجزائر، مباراه ايضا كانت رائعه احتكم من خلالها الفريقين الى ركلات الترجيح، فكانت واحده ايضا من اجمل المباريات التي استمتعت بمشاهدتها. طيب عايزين بقى بما ان احنا الاهلي في المونديال، وطبعا مشاعرك الجميله تجاه مصر بنقدرها وبنثني عليها وهكذا عهدنا بالاشقاء في الجزائر ونبادلكم نفس المشاعر والله، ولكن السؤال بقى فيما يخص الاهلي في المونديال، تفتكر ايه من المباريات والاهلي مقبل على تحدي صعب جدا وسط ظروف ولاعيبه بيفقدها، تفتكر ايه للاهلي في المونديال على مدار مشاركاته اللي هي الاكثر في تاريخ افريقيا؟ طبعا الاهلي مقبل على مباراه مهمه جدا امام مونتيري المكسيكي، ذلك سيكون يوم الثالث من فبراير المقبل، مباراه ستكون صعبه، ونعرف دائما ايضا المباريات الافتتاحيه تكون معقده وصعبه على الاهلي المصري، واحنا نعرف ايضا بانه فيها غيابات على مستوى النادي الاهلي في هذه المباراه، نتحدث عن محمد الشناوي حارس بقيمه كبيره، ايمن اشرف، عمر السوليه، حمدي فتحي، محمد شريف، يعني اسماء راح تؤثر بشكل او باخر على النادي الاهلي وهو يواجه منتخب مكسيكي قوي سبق له وان فاز على الاهلي المصري في صاحب مركز ثالث في مونديال الانديه، فبالتالي نتمنى هذه الغيابات لا تؤثر على النادي الاهلي ليبقى عنده اسماء ايضا مميزه، تتحدث على وليد سليمان، الو ديانج، طاهر محمد طاهر، رامي ربيعه، علي لطفي، يعني اسماء مميزه والاهلي يعرف حق المعرفه كيف يتصرف ويتعامل مع هذه الظروف الصعبه، خاصه عندما يتعلق الامر بحدث عالمي كبير او بحدث افريقي، فاتوقع ان الاهلي راح يدخل المنافسه ومحضر جيدا لهذه البطوله وسيكون في المستوى بحول الله وقوته ان شاء الله، ودي امنياتنا. استاذ وليد يعني حضرتك يعني مذاكر كويس جدا للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، وده شيء يسعدنا بالتاكيد، احنا عندنا حابين نقول لحضرتك ان دايما جماهير النادي الاهلي بتتسلح بمقوله الاهلي بمن حضر، ان شاء الله الاهلي يكون في الموعد
ولاعيبي النادي الاهلي اللي حضرتك يعني حافظهم عن ظهر قلب يكونوا في الموعد. لكن توقعاتك بقى بالنسبه لمنتخب مصر والمواجهه القادمه، نرجع بيك بقى لمنتخب مصر، ونتمنى ان شاء الله نكون سعداء الحظ اننا نستمع لتعليقك على مباراه مصر والكاميرون عبر القنوات الجزائريه. فتوقعاتك المواجهه دي، ومنتخب مصر بيلعب صاحب الارض والجمهور في ظل اجواء وحرص شديده جدا ودعم كبير جدا للمنتخب الكاميروني من اجل تحقيق البطوله، انت توقعاتك وتتوقع ان منتخب مصر قادر ان شاء الله على العبور للمباراه النهائيه؟ طبعا اكيد اكيد، لما نشوف المنتخب المصري الذي يلعب في مرحله خروج المغلوب، هو منتخب مصر مختلف ومغاير تماما للمنتخب المصري الذي كان يلعب على مستوى دور المجموعات. المنتخب المصري ابان عن قدرات هائله وامكانيات ايضا كبيره جدا على مستوى الصراعات الفرديه، على مستوى الحضور البدني، على مستوى الحضور الذهني. صراحه المنتخب المصري حاليا هو من بين ابرز المرشحين لنيل بطوله كاس امم افريقيا. المباراه صعبه اكيد امام منتخب كاميروني متسلح بعاملي الارض والجمهور، ونعرف ايضا الكثير من الامور التي يمكنها ان تدخل. تعرف زميلي جيدا الكواليس الافريقيه وما شابه ذلك. نتمنى هذه الامور أن لا تؤثر بشكل أو بآخر على المنتخب المصري الذي يبقى خبيرا أيضا ويعرف حق المعرفة ما هو موجود ومتاح على مستوى إفريقيا. لكن الجميل والمشرف أن المنتخب المصري دخل المنافسة وأصبح منافسا شرسا لنيل بطولة كأس أمم إفريقيا، ولديه كل الإمكانيات لتحقيق ذلك. تتحدث عن مباراة كلاسيكية أيضا بين منتخب كاميروني ومصري، يعرفان بعضهما حق المعرفة، وكان تنافس كبير بينهما على مدار التاريخ. كانت أفضلية للمنتخب المصري وبعدها أفضلية للمنتخب الكاميروني. آخر مباراة كانت في 2017، المنتخب المصري خسرها بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تقدم بهدف مني، وقبل ذلك في 2008 من ينسى ذلك الهدف الجميل للمنتخب المصري بعد صراع على الكرة لمحمد زيدان الذي لم يفقد الأمل، وجاء بوتريكا من الخلف فوقع واحدا من أجمل الأهداف التي بقيت راسخة أيضا في الأذهان. نتمنى أن يتكرر ذات المشهد ونفس السيناريو بحول الله وقوته في المباراة القادمة، وأن يبلغ المنتخب المصري العربي الشقيق المحطة النهائية، ولما لا التتويج بثمن الألقاب يا رب. إن شاء الله بإذن الله. المعلق الممتع وليد فرحاني بنشكرك، ونتمنى زي ما سمعنا تعليقك على أهداف منتخب مصر نسمع تعليقك على أهداف الأهلي في المونديال، ونشوفك قريبا حتى بتعلق على الدوري المصري، لأن أنت إضافة لأي مكان والشعب المصري تعلق بيك وبصوتك وبتعليقاتك. وتمنياتنا للجزائر بكل خير وكل سعادة، وأنتم أشقاء في القلب دائما. بنشكرك جدا جدا.